بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الإكسل مع خالد شعبان. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنعرف إزاي نعمل تشارت ديناميكي أو ما يسمى بتشارت كومبو في بيانات على هيئة صفوف وبيانات على هيئة أعمدة بطريقة سهلة واحترافية. يعني مثلا لو أنت عايز تعمل شارت في التارجت يمشي معاك شهر بشهر، وكمان البيانات الأكشوال تكون أكتف معاك زي ما احنا شايفين التشارت ده الديناميكي، في بيانات على هيئة تارجت وبيانات كمان أكشوال. في حلقة النهاردة هنعرف ازاي نعمل التشارت الديناميكي الاحترافي اللي احنا شايفينه ده بطريقة سهلة واحترافية. لو انت اول مرة تزور القناة اشترك معانا وفعل الجرس على كل الاشعارات علشان توصلك الفيديوهات الجديدة وقت تحميلها على طول ان شاء الله، ولو انت مشترك معانا من قبل كده اهلا بيك مرة تانية. يلا بينا نعرف ازاي نعمل التشارت كومبو على برنامج الاكسل بطريقة سهلة واحترافية. هفترض ان انا عندي جدول دلوقتي وفي بيانات خاصة بالاكتوال وبيانات خاصة بالتارجت، ممكن كمان تضيف عمود ثالث في البيانات اللي انت محتاجها ايا كانت البيانات اللي انت محتاج تضيفها. هنحدد مثلا الجدول اللي احنا محتاجين نعمل شارت عليه، يكون تشارت كومبو يتضمن التارجت والاكتوال. هندخل على انسيرت، ومن انسيرت هنلاقي الجروب الخاص بالتشارتس. هندخل على ريكومندد تشارتس، هنلاقي فيه تابوين، في تابوين ريكومندد وفي تابو تاني خاص بالاول تشارتس. هنلاقي فيه اختصارات كتيره جدا وفي تمبلتس كتيره جدا خاصه بالتشارتس. هندخل على التمبلت الخاصه ب كومبو، هنلاقي زي ما احنا شايفين هو التصور ان البيانات اللي احنا محتاجينها او البيانات دي فيها جزء خاص باللاينز، ينفع يكون لاين يمشي معاك، وبيانات تانية خاصة بالاعمدة. بس احنا هنا اللي محتاجين نغير في الاعدادات علشان نحدد ايه هو التارجت وايه هو ايه الاكشوال. اول حاجة اللاين الخاص بالاكشوال ده اللي انا محتاجه يكون على هيئة اعمدة، هو هنا عاكس مخلي الاكشوال لاين والتارجت على هيئة كولا. احنا محتاجين نعدل هنا، هندخل على الاكشوال وهنخليه على هيئة اعمدة، ممكن تختار شكل الاعمدة اللي انت محتاجها، وتدخل على التارجت تحولها للاين. هنلاحظ زي ما احنا شايفين دلوقتي ده الاختصار او ده شكل التشارت قبل النهائي. طبعا احنا هندخل ونضيف عليه مجموعة اعدادات، هندوس على اوكي. هنلاحظ زي ما احنا شايفين ده شكل التشارت. هندخل نعمل شوية اعدادات، هنخلي هنا مثلا actual versus target، وهندخل على الداتا اللي موجودة هنا هندوس عليها. احنا محتاجين نظهر البيانات الخاصة بالاعمدة وكمان البيانات الخاصة باللاينز، هندوس على علامة الزائد ونكون محددين الجدول بالكامل. هنلاقي فيه حاجة اسمها data labels، هندوس عليها هنلاقي البيانات الخاصة بالاعمدة والصف اللي موجود هنا ظهرت معانا. بس انا في الحالة دي مش عارف ايه البيانات الخاصة بالاعمدة وبيانات الخاصة بالصفوف، محتاج افصلها عن بعضها. اول حاجة هدوس على البيانات اللي موجودة هنا، انا اظن ان البيانات دي هي خاصة بالاعمدة، هدوس عليها كليك يمين واختار فورمات داتا ليبلز. الاقي في حاجة اسمها ظهرت ليبل بوزيشن، هنا هختار لو انا البيانات عايزها داخل العمود وتكون في اعلى العمود اختار inside in، ولو انا البيانات محتاجها تكون في اسفل العمود اختار inside base. هندوس عليها، نلاحظ ان البيانات نزلت في اخر العمود. انا كده فصلت البيانات الخاصة بالاعمدة والبيانات الخاصة بالصف اللي هو التارجت. باقي شوية اعدادات، هندوس كليك يمين ونختار format labels. البيانات هنا محتاجها تطلع في اعلى الصف، اعلى اللاين اللي موجود، هنختار above. هنلاحظ ان البيانات طلعت في اعلى الجدول اللي هنا. ممكن كمان نعمل مجموعة اعدادات، عايز اغير لون العمود هنا، كليك يمين او اختار الفورمات او الفيل واغير اللون من هنا مثلا وليكن اللون الاصفر زي ما احنا شايفين. ولو حددنا البيانات اللي هنا البيانات هتكون متغيرة زي ما احنا شايفين، شكل التشارت بتغير بطريقة سهلة واحترافية وطريقة بسيطة جدا.